الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلون عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نصير له ولا مهين له فتعالى الله مالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العالمين وعلى التائبين والسعادة أجمعين وأقرن من علماء القلوب وواسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المؤمنين والمؤمنات لقد فضلكم على سائر الأمم كما فضل نبيكم على سائر النبيين واستقى لكم أسمين من أسماء الحسنى وهو سلام المؤمن وسمكم المسلمين والمؤمنين وستدعون يوم القيامة بقر المعجلين وأئمة المتقين إذا تمسكتم بكتاب الله كتاب المبين وسنة سيد المرسلين وتخلقتكم بأخلاق من يمدكم ربهم بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أسئلة قبل الإسلام فأسساهكم بمتبعة وكنتم على سفر أفرة من النار فأنقذكم منها فأنقذكم منها بإكمة دعوتي وأسن سياستي وكنتم تائمون في سلومتي فأخرجكم إلى النار بآيات ربي وجمال هديته وإنكم لا تصنبون وتطأمون يوم القيامة بصفاته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان الناس في الجاهلية يتناسؤون ويتقسمون ويتلاعنون ويتستمون وينهبون ويقتلون بالفساد في الأرض يائسون فطائف منهم كانت تعبد النار والمياه والأشجار وآخرين تقربون إلى الله بتعصيم الكواكب والأنوار والأخيار يخافون من أسرار من أسرار وخالبوا في الأمر وخالبوا في الأرض فجار الكفار قد أدلهم الشيطان بمتابعة المدلين ومن الرعبان والأحبار والكاسبين وكذلك أوينا إليك روءا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وفي مثل آسى سهر أن بسق من مكة المكرم نورا ساتئا يبدل الظلمات ويكسف المضل أئمتي ويديه سبيلا للسالكين متبعي وأنزل من قمم سمان على رقاب أو لطغيان سيف سريم قاتئ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عاصم ابن عبد المناف ابن قسي متأليا بمكارم الأخلاق متأليا بمكارم الأخلاق وما صلى يتنصل عليه القرآن آية بعد آية ويرشد الناس إلى سبيل الرشاد وسمه مقيتا أتى سعر الأقو وسعر الساخر الباطل والله ما فرق الدنيا إلى وقت ترك الناس على سرعة البيضاء ناقية وطريقة مستقيمة مستوية فجزاك الله أنا وعن سائر الأتباع خير الجزاء يا سايب النفس شكية وصفات عالية فلأنت أكرم البرية وخير وراء سجية الأبيس عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد أدنان يوم القيامة وأول من تنسق الأمم قبل وأول السفيء وأول المصفى جعلني الله إياكم متمكسين بسنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار رياخي الأخيار مفتاح باب يسر سيدنا محمد المختار وأهالي الأطهار وأصحاب الأخيار أرضا نعمة الله وفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيدنا من أمن أرسل يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.